ما هو حضرتك في بقى ايه قبلها، في برضه تويتر قبلها، تويتر اللي قبلها ان انا قلت له انا اعرفك بنفسي، انا اسمي هاني شنودة، بشتغل موسيقي وكذا 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 وكذا، ويعني يا ريت نتعرف ببعض وتيجي عندي تشرب شاي. الله عليك، ما كدبش خبر وجه. الله. فقعدنا نشرب شاي ونلازم انه وبتاع. قلت له يعني انت دلوقتي عرفتني كانسان مش كده؟ قال لي اه. قلت له خلاص تعالى هسألك كام سؤال كده، ما كنتش وانت صغير غاوي كورة؟ قال لي اه. قلت له طيب، ما كنتش بتسمع بتشوف البرنامج بتاع الكاميرا في الملعب؟ قال لي اه. قلت له دي مزيكتي. ايه المدخل العظيم ده؟ ما كنتش بتمشي مثلا كده بين قهوة وقهوة تسمع انا بعشق البحر بتاعت نجات؟ قال لي اه مزيكتي. ما كنتش مزحوم في حته والدنيا زحمه جدا وسمعت حد مشغل زحمه الدنيا زحمه بتاعت احمد عدويه؟ قال لي بتاعتي. ما دخلتش فيلم المشبوه؟ طبعا انه عارف كل حاجاتي بس مش عارف الاسم، مش عارف مين اللي عمل ده بالظبط. وعلى فكره انا كنت مع ايناس بتاعت إذاعة ناس جوهر، ناس جوهر، وقالت لي على فكرة مكتوب في الإذاعة إن زحمة دون زحمة تلحين بليغ حمدي، فروح صلح. طيب يعني نعمل مشوار زي ما تيجي تيجي يعني. احنا هي زحمة يا دنيا زحمة حضرتك اللي عملها؟ للتصحيح، اللي ملحنها. بمناسبة الفنانة الكبيرة نجات، نجات اللي كانت بتغني قصائد وأغاني طويلة و و و، ازاي حضرتك اقنعتها تغني اغنيه ناعمه وبسيطه مش طويله زي انا بعشق البحر؟ الحقيقه ان انا ما اقنعتهاش، دي ست عظيمه وفنانه كبيره قوي. كنا بنسجل محمد منير الاولاني وعبد الرحيم منصور الله يرحمه الشاعر، دخل قال لي هاني نجات عايزاك. قلت له نجات مين؟ قلت يمكن حد من الاذاعه ولا بتاع. قال لي مدام نجات صغيرة. قلت طالع بره. قال لي طلع. قالت لي ايه الحاجات الحلوة اللي بتعملها دي؟ انا عايزك تعمل لي اغنية. قلت لها خلاص، عبد الرحيم يكتب وانا لحن من عندي قبل عندي. فطبعا هي صيادة، هي بتعرف ايه طبعاً الحكاية. عملنا اغنية انا بعشق البحر بس من غير الحتة الاخرانية، يعني انا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق، بس ما فيش بقى فقالت الاغنيه ناقصه. فعبد الرحيم خد ورقه وقلم وقعد كتب بقى انا بعشق ده لانهم حياه وانت يا حبيبي انت كل الحياه. خدت انا الورقه وحطيتها على البيانو. ايه رايك؟ قالت لي دي تتسجل امبارح. مش يا جمالها. سمعها اغنيه اللي انت عاملها لصاحبك، انا كنت عامل بحلم معاك، كنت عاملها بحلم معاكي بسفينة وبمينة. بقت معاك. قالت لي لا ده لحن ما يتفوتش. لا الاثنين يسجلوا. كنت عاملها لمين بقى بحلم معاكي؟ كنت عاملها لواحد صاحبي في طنطا اسمه ماهر. ما انا من طنطا. اجدع ناس، انا من طنطا برضه. يا اهلا وسهلا. احنا الدم حن طبعا ونحب بعض، وطبعا احنا بيجمعنا حاجات كتير، الموالد، سيد السيد الشيخ صباح، مش عارف طبعا يعني موالد كتير قوي، سيد الرفاعي، ويجمعنا نوع من التسامح انا مش قادر اقول لحضرتك عليه. يا ريت الناس تخش على برنامج اللي انا عامله اسمه هارموني، بتكلم في الحكايه دي، ان انا جاي من بلد من اجمل بلاد الدنيا، لان اهلها متسامحين جدا متعايشين مع بعض، وكل واحد عارف ان رزقه من فوق ومحدش يعني بيتحكم في حد ولا بيضايق حد ولا بتاع. انا كان ليا في طنطا دي 30 اب يعني وانا ماشي. عمو فلان وعمو فلان، ابا فلان ابا فلان، وكلهم بيشتكوا في تربيتي. انا مره واحد واحنا في اعدادي صاحبي قال لي ما تيجي بقى ناكل جيلاتي، احنا نسميه كده بالطريقه التانية يعني مش ايس كريم، جيلاتي. قلت له يلا. كان ايامها البسكوتين بتعريفه. احنا الاثنين بتعريفه. رحنا خدنا حط الكتب على الرصيف وقعدنا على الرصيف نلحس في الجيلات بتاعنا. جوه بقى راجل بيبيع بسبوسه اسمه عم فهد، طلع عم فهد ده ومسكنا.